السلام عليكم، اليوم احنا رايحين نعمل هذا الشكل من دائرة فقط، فيلا نبدأ. بداية انا كنت عامل الباك جراوند والالوان من قبل الفيديو، راح تلقون ارقام هذه الالوان بالوصف. في البداية رسمت دائرة وضغطت على شيفت عشان انها تطلع دائرة متناسبة الابعاد، دست الت وشيفت وحركتها وكذا نسخت، عددتهم الاثنين، بعدين خليتهم جروب، بعدين رحت افكت ديسترويت اند ترانسفورم وترانسفورم، خليت الانجل 20 وخليت 10 نسخ مثل ما انتم شايفين. روحت لأوبجكت وعملت expand appearance، بعدين effect destroyed and transform و transform، خليت السكيل على كلا المحورين 86 والروتيشن خليتها 10 درجات وعملت 20 نسخة، وكذا بنكون خلصنا الشكل. سويت له expand appearance، بعدين سويت ال compound path، خليت الفل حق الأشكال gradient. أنا اخترت هذه الألوان، أنتم من الممكن إنكم تختاروا أي لون أنتم حابينه. وكذا خلصنا تلوين الشكل. رحت لستايلايز وسويت دروب شادو، خليت القيام مثل ما انتو شايفين. دست اوكي، وانتو بتقدروا انكم تخلوا اعدادات الشادو مثل ما تعجبكم. اخترت مستطيل الخلفية، شلت منها الستروك وخليت الجريدينت، والحين انا ضفت كم لون عشان اني اضيف نوع من التغيير. كذا بكون خلصت. لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو تضغطوا زر لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. مع السلامة.